بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه، وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.